السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم جميعا على قناتكم كشف الكنوز. إخواني الكرام، بالنسبة لبعض الأفخاخ أو الشيء اللي غير لا يرى بالعين، وبعض أيضا الرصد أو الحارس الموضوع على أي كنز أو دفين، طبعا الحل دائما نحن نذكر الأخوة بالقرآن الكريم وبأسراره وأسماء الله الحسنى أيضا وأسرارها، وعندنا كتاب الله سبحانه وتعالى والذي يغني عن كل شيء، لا تسمع لأي ساحر أو مشعوذ يذكر خزعبلاته و يعني الأشياء الكاذبة والأشياء التي هي ضمن الطلاسم والسحر والشعوذة والجان، وهذه الأمور عندكم القرآن الكريم أقوى من أي شيء إخواني الكرام، طبعا لطرد الحارس الذي يؤذي على هذا الكنز أو الدفين أو الرز اللي عم يسبب الأذى اللي عم يحفر، وللذي صاحب المكان اللي يريد أن يظهر هذا الدفين أو هذا الكنز أو أي شيء من هذا القبيل اللي عم يصير. سورة عظيمة من السور الآيات القرآنية ومعها آيات. نبدأ أول شيء بالسورة إخواني، سورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إلى آخر السورة، نقرأها 7 مرات ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. ثم نختم بالمعوذتين إخواني الكرام وبسورة الإخلاص، وبإذن الله الخلاص من هذه المشكلة. وفي كثير من الأخوة يعني عانوا في أشياء غامضة تحصل لا ترى توصف، إن شاء الله هذه الأمور كلها إن شاء الله لن يستطيع هذا السحر أو هذا الشيء الرصد أو هذا الشيء الذي يؤذي أو الغامض أيضا، فإن شاء الله كل ذلك ينتهي بهذه السورة وهذه السورة الراجمة، الآية الراجمة من القرآن الكريم التي ترجم كل شيء من أولئك الذين يسعون لأذية المؤمنين من الإنس. وكذلك إن شاء الله ولي في فيديوهات أذكر بها سابقة أيضا عن عدة يعني أحوال بالنسبة لهذه الأمور. أشدد إخواني الكرام، لا طريقة لا في الكشف ولا عن إذهاب الرصد أو الوقاية من الأفخاخ الرصدية وشبه ذلك، لا شيء لا ينفع أكثر شيء إلا القرآن الكريم. كل من يقول بأنه عندي طريقة وأعطوني كذا وادفعوا فلوس وائتوا لي بأشياء روحانية ومواد روحانية غالية الثمن سآتيكم أنا وأكشف لكم وكذا، كل هذه الأساليب أحذركم منها إخواني الكرام، كل هذه الأساليب مجرد ألاعيب بعقول الناس خاصة ضعاف الإيمان والقلوب والنفس. والتفتوا إن شاء الله إلى القرآن الكريم، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع إخواني الكرام مع إن شاء الله هذه السورة وهذه آيات الراجمة المجربة، وهو الشفاء من كل داء القرآن الكريم. نستودعكم الله إخواني بالتوفيق للجميع، لا تنسوا دعمنا باللايك لهذا الفيديو، مشاركة الفيديو، اللي مو مشترك إخواني يشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، اللي بحب يشترك معي في قناتي الثانية سأترك لكم الرابط أسفل صندوق الوصف. لكم تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.